السلام عليكم يا شباب. اليوم جاي ردا على التعليقات اللي ما فهم شرح الاعدادات اللي شرحته، بس دقيقة حتى نخفض الصوت. فالمهم تدخل على خانة الاعدادات، اول خيارتك اسمك، هنا البخاخ طبعا، هنا هذا افضل خيار الريد، تبي تفعلها او خليها هيك لحتى تكون قامجة قامجة وتبين لما تكون الاضاءة داخل المرحلة عالية. هوني اعدادات الكيبورد كاملة اللي بتخص اللعبة طبعا، فاول ما ادخل عليه راح تكون لك هيك، فكل ما عليك تكبس على الورك، لا الجوب، هاي القفز طبعا. فننتقل للتصوير بالهاتف كمان. فمثل ما انكم شايفين هذا الدولاب ماشي، فلما تكبس على هاي يطلع لك خيار فراغ مثلا ماشي. انا بحب بفضلها تجيب هالادون هيك، طلع كيف تغير، تكبس هون كمان وتفتلع على الطرف الثاني شوية. عندي دولاب عاطل من كتر ما بستخدمه، المهم تكبس هون وبتلو الادون ماشي، هيك زبط معك. باقي الخيارات ما انصحك تلعب فيها. في اخ كمان على طلع على حرف الكي، هذا الحرف مشان المايكروفون فقط لا غير، انا بحبه في طبعا قريب على طلعوا كيف ممسوحات من كتر ما وضع فونتك. المهم حرف في للمايكروفون طبعا. هيك تكون خالصين. مثلا ننتقل للتصوير داخل اللعبة. راح اوقف الفيديو، راح اصور الفيديو وراح ادخل على المرحلة واصورها، ما راح تفهم علي هلا، بس بدي اصورها وارجع لكم. طبعا يا شباب زي ما انكم شايفين بعد التصوير هيك تصبح طبعا هاي القفزة تسويها بدو لعبة ماشي. طبعا زي ما انكم شايفين كل ما عليك هو انك تكبس، تظل تفتل الدولاب وتمشي، تشيل ايدك بس لخطوة القدم وتشيل ايدك تظل تشوت، فكل ما تشوت تظل تكبس دي دبليو بهالحالة يظل تمام. طبعا هاي الحركة لما بدك تعملها بدك تلف الدولاب للطرف الثاني مو وتظل انت كل ما بتقتل تظل تكبس اللي تخليك تقعد على الجيم، مثلا تخليك تقعد تظل تكبس واحد تقريبا ثاني. المهم خلي بيناتهم فوارق لحتى تضرب معك، شوف كيف راح يطلع هون. بين فترة وفترة بدك تقعد تحت لحتى تزبط معك، إذا ما زبطت راح يجي. بنصحك إنك تتدرب مع البوت بعدين ترجع تراجع. شوفوا هلا راح كيف يجي. مثلا انت تكون هنا معين عليه بالقناصة ماشي، معين تقريبا بعد ما يطلع هيك ما راح تلحقه كمان، ما راح يقدر يقتلك الخصم كمان. شوف كيف حتى تتلبك يعني حتى تعين على مخه، يجوز يروح من دمك ولكن حلقة واحدة مستحيل يضرب.
وصلنا هي نهاية المقطع. لا تنسون الاشتراك واللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.